الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. إذا نظرنا إلى ثروة الرأس سنجد أنها تحوي 250 ألف شعرة. في كل شعرة توجد حويصلة شعراوية ينبت من الشعر، توجد عضلة لكي توقف هذه الشعرة، توجد شريان، يوجد شريان ويوجد وريد، ويوجد غدة دهنية وغدة صبغية وغدة عرقية. يعني عندك 250 ألف شعرة، 250 ألف عضلة، 250 ألف وريد، 250 ألف شريان، 250 ألف غدد. ألا تحتاج هذه من يجددها وينشطها؟ إذا نظرنا إلى العين سنجد أن كل واحد فينا لديه 130 مليون عصي أو عصية تعني أو تعنى بتمييز شدة الضوء، وسبعة ملايين أخرى من المخاريط تعنى بالتمييز في ألوان. ألا تحتاج هذه العصي وهذه المخاريط إلى من يجددها وينشطها؟ إذا أتينا القلب سنجد أنه ينبض في اليوم 100,000 نبضة في اليوم، ويضخ 7,200 لتر في اليوم. ألا يحتاج هذا القلب من يجدده وينشطه؟ إذا أتينا الكلية سنجد أن فيها كل كلية واحدة، كل واحد فينا لديه مليون نفرون وهي وحدة غسيل الكلى. كل نفرون، كل وحدة لديها شريان واحد ووريد واحد يجيب الدم ويطلع الدم منها. بمعنى أن كل واحد في كليتنا في مليون نفرون، مليون شريان ومليون وريد في حيز ربما لا يتجاوز قبضة اليد. ألا تحتاج هذه إلى من يجددها ومن ينشطها؟ إذا رأينا الجهاز المناعي في جسمنا الذي هو خط الدفاع الأول والثاني والثالث في أجسامنا الذي يصد الهجوم من البكتيريا والميكروبات، سنجد أن به 45 مليار خلية، والمليار هي ذكر نفسي وإياكم 1,000,000,000، يعني 45,000,000,000 خلية. هذه أيضا 45 مليار خلية ألا تحتاج من يجددها ومن ينشطها؟ الإجابة لكل هذه الأسئلة بلا تحتاج. فالله تعالى فرض العبادات كأحد الطرق لتقويم والتنشيط وتجديد هذه الخلايا. يا أخوان بالله عليكم، من يستطيع أن يوفر هذه الأشياء بدون ما نتأثر إحنا؟ يعني ما في طبيب في العالم، ما في تقنية، ما في جهاز يستطيع أن يوفر على أجسامنا، وما في دواء بهذه الطاقة دون أن نأخذ حاجة، دون أن نأكل شيء أجسامنا، دون أن يدخل في دمنا حاجة. إنه رمضان، إنه رمضان يوفر هذه الأشياء. قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى.